تكسير بينات بحنا كيف منا تشكيلة الرابط تشكيلة المكتب تكون في المستوى لما يتقاتلوا ولا تكسير سول لهذا المسموع هذا اليوم بس طالب بالتغيير وهذه من هذه الأسئلة هذه اللحظة ولهذا ما تدورس أبقى سو كان أي واحد يتلاعب صوت الصبور السلام عليكم إذا أهلا وسهلا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدخل مدينة تطوان من أمام فندق بالوما حيث يعقد الجمعين العامين لفريق المغرب أتلتيكو تطوان وجماهير الفريق في وقفة احتجاجية للمطالبة برئيس جديد قادر على قيادة الفريق بعد أن تمكن الفريق من العودة إلى بطولة الاحترافية القسم الوطني الأول. إذن نخليكم متابعي قناة شوف تي في مع هذه الهتافات ل الجماهير الغيورة على فريقها فريق المغرب أتلتيكو تطوان. وكنتمنى متابعي قناة شوف تي في أنكم تسمعوا الصوت لأن هناك رياح قوية بهذه المنطقة اللي كنتواجدوا فيها حاليا. هذا هو الشعار الذي ترفعه الآن جماهير فريق المغرب أتلتيكو تطوان وهو مهما تشبثتم بالرئاسة سيكون مصيركم الإقالة. إذن هذا مساج أو رسالة إلى المكسب الحالي لفريق المغرب أتلتيكو تطوان. إذن الجماهير التطوانية ترفع في هذه اللحظة رسالة ضد المكسب المسير الحالي لفريق المغرب أتلتيكو تطوان لمطالبته بالرحيل عن الفريق. إذا متابعي قناة شوف تي في تعزيزات أمنية هذا هو الفندق الذي سيكون به الجمع العام لفريق المغرب أتلتيكو تطوان. إذا تعزيزات أمنية تحسبا لأي أعمال شغب. لكن الجماهير التطوانية عودتنا أنها دائما في المستوى الحضاري المطلوب. أهلا وسهلا متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة للمتابعين اللي التحقوا الآن نذكرهم بموضوع هذه الوقفة وهو بخصوص انعقاد الجمعين العامين لفريق المغرب أتلتيكو تطوان. إذن متابعينا الكرام متابعينا الكرام أحد الأشخاص يحاول إيقاف البث المباشر لكنني مستمر في تغطية هذا الحدث. إذن متابعي قناة شوف تي في إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى موعد لاحق إن شاء الله.